طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة التالية من مساق القضية الفلسطينية نتحدث في موضوع جديد، نشأة الصهيونية ونشأة هذا الكيان على أرض فلسطين. أصل الفكرة، كيف جاءت فكرة إنشاء دولة لليهود في فلسطين؟ طبعا تذكروا إحنا يعني تحدثنا سابقا عن فرضيتين أو فكرتين حول الرأي تجاه نشأة دولة إسرائيل على أرض فلسطين. قلنا شو هم بيقولوا وإحنا إيش بنقول، يعني ماذا يقول اليهود والصهاينة ومن يؤيدهم من القوى الاستعمارية وماذا نقول نحن. هم يقولون إنه هذا الكيان على أرض فلسطين جاءت تحقيقا لنبوءة دينية توراتية، وهم يعودون إلى هذا الوطن، وطن اليهود، ويعني وما يقومون به إنما هو إعادة بناء لشيء كان موجود، إعادة بناء لشيء كان موجود قبل 2000 سنة، إعادة بناء لشيء كان موجود لحظة عابرة في التاريخ، إعادة بناء وحنين لأرض الآباء والأجداد وتحقيق لنبوءات دينية وتوراتية وامتداد للعرق اليهودي النقي. كل هذا بيسوقوه حتى يبرروا قيام هذا الكيان على أرض فلسطين. هذا كلياته لاحقا تم تسويقه. لكن ماذا نقول نحن؟ نقول إنه هذا الكيان إنما هو أداة للاستعمار. طيب، أصل الفكرة وين؟ من وين طلعت؟ هذه فكرة إنما هي فكرة استعمارية، فكرة استعمارية. القوى الاستعمارية هي التي يعني عملت على الترويج وعملت على الوسوسة وعملت على دعوة اليهود لقيام وطن أو دولة لهم في فلسطين. قبل قيام الحركة الصهيونية، الحركة الصهيونية قامت بشكل رسمي وفعلي في 1897. قبل قيام الحركة الصهيونية 276 سنة في مستشار القانوني للملك البريطاني دعا إلى إقامة وطن لليهود في فلسطين، إعادة اليهود إلى فلسطين تحت الحماية البريطانية. بريطانيا كان في دعوات في بريطانيا من خلال نواب، من خلال شخصيات، إنه إقامة الدولة لليهود في فلسطين وهذه الدولة تحت الحماية البريطانية. ثم نابليون بونابرت فرنسا، في ذلك الوقت كان القوى الاستعمارية اللي موجودة، يعني اليوم أنت بتشوف القوى الاستعمارية الأولى في العالم يعني هي الولايات المتحدة، النظام الدولي قائم على القطب الواحد تقريبا، بلش فيه تحول إلى حد ما، لكن الآن قائم على القطب الواحد، كان قبلها فترة قائم على القطبين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. الآن في بروز قوى، لكن في تلك الفترة كان خلينا نقول القوى الاستعمارية الموجودة اللي هي بريطانيا وفرنسا. مقابل الدعوات البريطانية كان في دعوات فرنسية أيضا وتودد نحو اتجاه اليهود. نابليون بونابرت لما قام بحملته في المنطقة، حملته العسكرية وفي عكا وفي مصر، لما قام في حملته وجه نداء ببداية حملته في 4/4/1799، وجه نداء إلى اليهود في إفريقيا واليهود في آسيا إنه انضموا للحملة وأنا بدي أعيدكم لوطنكم ومجدكم المجد الغائر لليهود، الغائر لليهود، وبدي أرجعكم لبلادكم، وهذه القدس هي إلكم وفلسطين إلكم وهي أرض آبائكم أجدادكم. طبعا هذه دعوات كانت، لكن الدعوة الفرنسية تراجعت مع انكسار حملة نابليون بونابرت في المنطقة وفشلوا في عكا وخروجوا من مصر بعد ذلك بعامين،
أدى إلى تراجع الاهتمام الفرنسي تجاه هذا الموضوع لصالح القضايا الداخلية في فرنسا. إذن الدعوات كانت من القوى الاستعمارية لليهود للقيام أو لإنشاء وطن لهم في فلسطين. هذا الكلام بالنسبة لليهودي العادي ما لاقى أي تجاوب، لكن وجد تجاوب لوين؟ وجد تجاوب لدى، خلينا نقول، البرجوازية اليهودية. البرجوازية اليهودية كانت معنية بإعادة اليهود إلى فلسطين لسببين: بدها تتخلص من أعباء فقراء اليهود، الفقراء اليهود، الأعباء المادية تجاههم، وإنه بيرجعوهم لها لفلسطين وبيقيموا هذه الدولة، وهم بيشتغلوا بتتحلل من التبعات المادية كبرجوازية صهيونية، كبرجوازية يهودية. ثم إنه كانت مخاوف لدى هذه البرجوازية إنه هؤلاء اليهود إنه يتبعوا الحركات اليسارية. إذن الدعوات الاستعمارية، القوى الاستعمارية لم تلقى تجاوبا ولم تكن أي نتائج لهذه الفكرة، فكرة إقامة دولة لليهود في فلسطين. طبعا إذا إحنا من نلاحظ شيء مهم، أعداد اليهود، لو بدك تشوف أعداد اليهود كم كانت نسبتهم، كم كانت أعدادهم، خلينا نقول في فترة نشأة الحركة الصهيونية، أعداد لا تذكر، يعني بتتحدث عن 5% وبتتحدث عن 2.5% نسب بالنسبة للأرض وبالنسبة للسكان اليهود. الآن خلينا نشوف إحنا كيف بلشت شغلة الهجرة لفلسطين، وبلشت النواة الأولى لتكون كيان لليهود في فلسطين. في موضوع الهجرة خلينا نشوف كيف موجات الهجرة لفلسطين اللي أسست لاحقا لقيام هذا الكيان. طبعا ملاحظة مهمة، إنه الهجرة اليهودية لفلسطين كانت يعني مع بداية الاضطهاد لليهود في الأماكن اللي بيقيموا فيها. أول مراحل الاضطهاد لليهود كان وين؟ كان في روسيا، كان في روسيا مع مجازر اللي عرفت باسم مجازر البوغروم بعد مشاركتهم باغتيال القيصر الروسي. خلينا نشوف موجات الهجرة اللي كانت موجودة في تلك الفترة. موجة الهجرة الأولى تلاحظوا من 1882 ل 1903، هذه إجا 25 إلى 30 ألف من وين؟ من روسيا. موجة الهجرة الثانية من 1904 ل 1914، 35 ل 40 ألف من روسيا وبولندا. موجة الهجرة الثالثة 1919 1923 من روسيا وبولندا. الهجرة الرابعة 24 ل 31 من 81 ألف من الاتحاد السوفيتي وبولندا. طبعا كان روسيا صار مع الثورة البلشفية في 1917 الاتحاد السوفيتي، بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي في عرف لاحقا في البيرسترويكا مطلع التسعينات رجع روسيا الآن. فالآن شوف الهجرة الخامسة 32-38 ألمانيا، مع بداية إيش هون؟ مع بداية الاضطهاد لليهود واللي عرف بالمحرقة والهولوكوست في ألمانيا. شوف 39-45 برضو ألمانيا، بولندا، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا. بالدرجة الأولى ألمانيا 46-48 بولندا، رومانيا، بلغاريا، الجزائر، تونس 160 ألف. الآن الملاحظة المثيرة للانتباه هون أنه أنت بتلاحظ أنه موجات الهجرة كلياتها كانت بعد الاضطهاد لليهود. خلينا نشوف الجدول اللي بعديه وبعديها بنوضح الأمور أكثر. الجدول اللي بعديه الهجرات من فترة 1880 ل 1929. الهجرات من اليو اس اي 2,885,000، الأرجنتين 210,000، كندا 180,000، بريطانيا 125,000، فلسطين 120,000. تخيلوا انه فلسطين تأتي بالمرتبة الخامسة من حيث تفضيل اليهود في موضوع الهجرة.
خلينا نشوف شيء مهم في هذه الجداول، انه بتلاحظوا انه الهجرة اليهودية تكاثفت وتعاظمت مع ايش؟ مع موجات الاضطهاد بحقهم، سواء في بعد مجازر البوغروم في روسيا في 1881، ولا بعد في الثلاثينات منتصف الثلاثينات اللي هي ما عرف بالهولوكوست والمحرقة اليهودية في ألمانيا. إذا الموجات الهجرة باتجاه فلسطين، الهجرة اليهودية باتجاه فلسطين تعاظمت وتكاثفت مع إيش؟ مع حملات الاضطهاد اللي تعرض لها اليهود، سواء في بالدرجة بالمرحلة الأولى في روسيا، وفي المرحلة الثانية وين؟ في ألمانيا. ثم إنه تفضيل اليهود، شوف تفضيل اليهود، فلسطين كانت في المرتبة الخامسة. إن وتخيل أنت للولايات المتحدة اليو اس اي 2,885,000 في تلك الفترة، لفلسطين 120,000. يعني هذا بدللك انه في تفضيل للولايات المتحدة بالدرجة الأولى، فلسطين بالدرجة الخامسة. ليش فضل الولايات المتحدة؟ لأنه في فلوس، لأنه في بيعتبروا حرية رأي، لأنه إمكانية الاندماج أفضل لهم في الولايات المتحدة، لأنه الاقتصاد، لأنه في جوانب ونواحي كثيرة خلتهم يروحوا للولايات المتحدة وفضلوا الولايات المتحدة على أنهم يجوا على فلسطين. ثم المرتبة الثانية شوف الأرجنتين، ثم كندا، ثم بريطانيا. فهذا بدل لك أنه عملية الهجرة اليهودية لم تكن بدافع الحنين لأرض الأباء والأجداد. لو كانت الحنين لأرض الأباء والأجداد كانت الآية معكوسة، كان الأمور معكوسة، كان مقبول أنك تقول حنين لأرض الأباء والأجداد لو أنه الفلسطين هون، لو أنه الفلسطين في المرتبة الأولى، وخلي الما يا سيدي، خلي اليو اس اي في المرتبة الثانية الثالثة الرابعة وين ما بدك، لكن لو أنه كان فلسطين في المرتبة في هذه المرتبة، أنه أجعل فلسطين مهاجرين في هذه المراحل، يعني 2 مليون 3 مليون أجوا في واختاروا فلسطين بالدرجة الأولى وبعدها اختاروا دول أخرى، يعني هذا بيقول لك أنه في حنين لأرض الأباء والأجداد. لكن أنك تتحدث عن حنين لأرض الأباء والأجداد وأنت معطي فلسطين المرتبة الخامسة، وأنت مفضل الولايات المتحدة لظروف اقتصادية وحرية رأي وتعبير وإمكانية الاندماج في المجتمعات الأمريكية والقضايا هذا، فبالتالي قضية الحنين لأرض الأباء والأجداد هذه لم تكن سوى يعني فزاعة من أجل تبرير أو الحديث عن مبرر، اللي هو بتحدث عن مبرر ديني أو مبرر تاريخي للعودة وإقامة هذا الكيان على أرض فلسطين. على كل حال يعني إحنا إذا بنلاحظ هون شيء مهم، إنه هذه الصهيونية اللي نشأت على أرض فلسطين، والحركة الصهيونية اللي نشأت على أرض فلسطين، والفكرة كفكرة صهيونية والدولة الصهيونية لم تكن وليدة رغبة اليهود، هي كانت فكرة استعمارية بالدرجة الأولى تجاوب معها اللي هو إيش؟ تجاوب معها اللي هي البرجوازية الصهيونية، البرجوازية اليهودية في الدرجة الأولى، وكانت بالمراحل الأخرى هذه القوى الاستعمارية كانت سببا في نشأة الصهيونية. هذه الصهيونية لما تسمع كلمة صهيونية، احنا نقول الدولة اليهودية ثم الدولة الصهيونية والقصة هذه ونشأة الصهيونية، كلمة صهيونية أصلا هي كلمة كنعانية، كلمة مشتقة، الصهيونية مشتقة من كلمة كنعانية صهيون، كلمة صهيون يعني صهيون وصهيونية، هذه كلمة كنعانية عربية أصلا مشتقة، الصهيونية مشتقة من كلمة كنعانية صهيون تعني الجبل المشمس أو الحصن، أطلقها الكنعانيون على الجبل الشرقي لمدينة القدس، وظل هذا المصطلح يطلق كمفهوم ديني كناية عن مدينة القدس، ولم يستخدم كمفهوم سياسي إلا مع انطلاق الحركة الصهيونية على يد ثيودور هرتزل. إذا لغويا كلمة الصهيونية مشتقة من كلمة صهيون تعني الجبل المشمس أو الحصن، أطلقها الكنعانيون على
الجزء الشرقي على الجبل الشرقي لمدينة في لمدينة القدس. الآن ماذا تعني يعني اصطلاحيا، ماذا تعني بالنسبة لهم؟ شو معنى كلمة صهيونية بالنسبة لنا احنا لما نسمع كلمة صهيونية؟ شو بتعني كلمة صهيونية؟ هم بيعتبروها حركة قومية لإعادة الشعب اليهودي إلى وطنه واستعادة السيادة اليهودية على فلسطين. هم بيعتبروا حركة قومية لإعادة الشعب اليهودي إلى وطنه إلى وطنه واستعادة السيادة اليهودية على هذه الأرض. لكن إحنا شو بنعتبرها؟ إحنا شو بنقول لما بنعرف الصهيونية؟ هي حركة سياسية علمانية استعمارية إمبريالية، تقوم استعمارية استيطانية، تقوم على نزعة عنصرية، تقوم على النزعة العنصرية ذات توجهات توسعية، على النزعة العنصرية التوسعية، تتحالف مع القوى الإمبريالية لتنفيذ أهدافها، وهي تستغل إيش؟ بتستغل الدين اليهودي، وبتستغل المعاداة لليهود اللاسامية لتحقيق هذه الأهداف. هي حركة سياسية علمانية استعمارية استيطانية ذات نزعة عنصرية توسعية، تتحالف مع القوى الإمبريالية والاستعمارية لتحقيق أهدافها، وتستغل الدين اليهودي وتستغل الأسامية لتحقيق هذه الأهداف. هذه هي الصهيونية. مين اللي عمل على شو الأسباب اللي أدت لنشأة هذه الصهيونية؟ لو تروح تبحث عن الأسباب بتلاقي أول سبب حركة الاستعمار العالمي. القوى الاستعمارية هي اللي عملت على نشأة وإقامة هذه الصهيونية. القوى الاستعمارية من الأساس هي التي دعمت فكرة إنشاء الدولة ودعمت الفكرة الصهيونية والحركة الصهيونية ونشأة الحركة الصهيونية. ثم أمر آخر أدى إلى الصهيونية اللي هي اللاسامية. اللاسامية في البداية كان معاداة اليهودية، ثم أصبحت معاداة اليهود وقصة اللاسامية. وإذا أنتم يعني خلينا نقول شيء مهم، إنه يعني شو قصة اللاسامية؟ شو مفهوم اللاسامية؟ من وين أجا؟ هلا تتذكروا نوح عليه السلام سام حام يافث، صح؟ سام هون بودي للعرب واليهود، احنا ساميين وهم ساميون، اولاد ابراهيم، ودي لابراهيم ودي للعرب واليهود. فهنا المصطلح اللاسامية، يعني في كتاب بقول لك انه المصطلح خطأ، المصطلح خطأ، هو معاداة اليهود وليس معاداة السامية او اللاسامية. لانه لما تقول اللاسامية هم الاعداء لليهود والعرب في تلك الفترة بالموضوع كله، هو العداء لليهود، في معاداة لليهود في الغرب الموجودين في الغرب بسبب ممارساتهم وبسبب الأمور اللي قاموا فيها في الغرب. بالتالي إذن أسباب نشأة هذه الصهيونية في الغرب حركة الاستعمار العالمي، ثم إيش؟ اللاسامية، اللاسامية والمعاداة اليهود. طيب هذه اللاسامية، اللاسامية ليش، كيف ظهرت وليش ظهرت، ليش بعادوا اليهود في الغرب؟ انتوا شو رايكم، ليش بعادوا اليهود في الغرب؟ شو الاسباب اللي بتخليهم يعادوا اليهود في الغرب؟ اعطوني، احكوا لي يلا اسباب. واحد، أسباب دينية. في سبب ديني، كيف أسباب دينية؟ إنه النصارى في الغرب المسيحيين بين قوسين
بيعتبروا انه اليهود هم اللي صلبوا المسيح عليه السلام. طبعا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بيعتبروا اليهود، اذا في سبب ديني، يعني الكراهية اليهود في الغرب في اول سبب اللي هو سبب ديني، واضح؟ انه بيعتبروهم هم اللي قتلوا او صلبوا المسيح عليه السلام. اثنين، سبب عرقي. سبب عرقي، جايين اليهود بيقولوا عن حالهم شعب الله المختار. بيقولوا عن حالهم شعب الله المختار، وين في اوروبا؟ وين عند في عند الالمان، في المانيا اللي بيعتبروا حالهم الالمان، هتلر بيعتبروا حالهم رقم واحد، والغرب بيعتبر حاله رقم واحد. انت جاي تبيع المي بحارة السكاية، عفوا يعني على التعبير، يعني جاي تقول عن حالك شعب الله المختار امام وتزاود على ناس بيعتبروا حالهم رقم واحد في العالم. فهون في سبب عرقي. انت اي واحد بيجي بيتعامل معك بتكبر وبيتعامل معك انه هو افضل منك، بده يكون في منك تجاهه موقف. ففي سبب عرقي. في كمان ثلاث سبب اقتصادي. اليهود معهم اموال واغنياء وبتعاملوا بالربا في الغرب، فكانوا لسببين اقتصاديين، انه محسودين من الناس الاخرين انه هذول معهم اموال، وانت بتعرف كل واحد معاه فلوس بيكون محسود. سبب ثاني انه تعاملهم بالربا، يعني اليهود عندما يتعامل اليهود بالربا هذا الحكي يولد ردة فعل تجاه هذا اللي تعامل معك بالربا. انت تعال شوف لو حادثة واحدة صارت معك في هذه المدينة، وسمعت عن سين من الناس انه مرابي، وهذا المرابي اجى طر واحد من بيته ونتيجة قرض اعطاه او زاد عليه المبلغ ودمره اقتصاديا، كل البلد بتاخذ موقف تجاهه. فلما يكون انه النظام اليهود بسبب امتلاكهم لهذه الاموال في الغرب وهم محسودين ومعهم اموال وتعاملوا بالربا، فقضايا كثيره بلشت تظهر. فلهذا هذه ثلاث اسباب يعني اساسيه لحاله اللاساميه ومعاداه اليهود في الغرب. هذا الكلام لاحقا ولد ما يعرف بايش، بالمشكله اليهودية. أصبح في مشكلة لليهود في العالم، أصبح في مشكلة لليهود حيثما يعيشون. الآن أصبح عند رواد الحركة الصهيونية المفكرين الصهاينة كيف ممكن نحل مشكلة اليهود. كان في دعوات لحل مشكلة اليهود بالاندماج بالمجتمعات اللي بيعيشوا فيها، كان في دعوات، لا إنه لا إحنا بدنا ندور على مكان نتجمع فيه ونقيم وطن ودولة. وهذه الدعوات لإقامة وطن ودولة لم تكن كلها بتحدد فلسطين، لم تكن جميع هذه الدعوات تحدد أنه فلسطين هي للوطن وللدولة. في مشاريع كثيرة طرحت، مشروع العريش سيناء، مشروع أوغندا، مشروع قبرص، مشاريع كثيرة طرحت لحل بعد مشاريع والدعوات للاندماج. خلينا نشوف أهم مفكري الحركة الصهيونية شو بيقولوا في قصة حل المشكلة اليهودية، حل مشكلة اليهود المتواجدين في الغرب في تلك الفترة وفي العالم. خلينا نشوف أحد أولهم اللي يعتبر ليس مباشرا فقط بالصهيونية، وإنما يقال إنه هو يعني المؤسس الفعلي للحركة الصهيونية، موزيس هيس. موزيس هيس في كتابه روما والقدس دعا إلى إيش؟ إلى إقامة دولة لليهود، إلى إقامة وطن لليهود، ورفض. نعم، إيش وين الدولة؟ شو بدنا نسمع منكم؟ دعا لتهجير اليهود لفلسطين. هذا موزيس هيس دعا لتهجير اليهود لفلسطين وإقامة مستعمرات لهم من السويس للقدس، ومن
نهر الأردن للبحر كمقدمة لإيش؟ لإقامة الدولة لليهود في فلسطين. هذا موزس هيس، أول واحد من رواد الحركة الصهيونية دعا، اللي يعتبر ليس فقط مبشر بالصهيونية إنما يعتبر من رواد الحركة الصهيونية صحيح، لكن يعتبر المؤسس الفعلي للحركة الصهيونية. موزس هيس. في عندنا ليون بنسكر، ليون بنسكر هذا يهودي روسي. ليون بنسكر شو دعا لإيش؟ دعا في البداية إلى أنه اليهود اللي في روسيا إنهم يندمجوا في المجتمع الروسي، كمان مش بس هيك إنهم يتحدثوا باللغة الروسية، دعا للاندماج. لكن بعد قصة المجازر البوغروم ومشاركة اليهود في اغتيال القيصر الروسي والمجازر اللي تعرضوا إلها، دعا إلى إنه يكون لليهود وطن قومي وفي فلسطين والهجرة لفلسطين، وكان ذلك في كتاب التحرر الذاتي. ليون بنسكر. ثم يهودا الكلعي، وهو يهودي من سراييفو، البوسنة والهرسك، له مؤلف كتاب قواعد اللغة العبرية. هذا دعا إلى تهجير وهجرة الفلسطين، اليهود إلى فلسطين، وإقامة كيان ودولة لهم في فلسطين. كل هؤلاء يعني الرواد الأوائل للحركة الصهيونية كانت دعواتهم تنصب نحو إقامة دولة، حل المشكلة اليهودية بهجرتهم وإقامة دولة اليهود في فلسطين. لكن ماذا بالنسبة للمؤسس الفعلي الحقيقي للحركة الصهيونية، اللي هو مين؟ مين المؤسس؟ رئيس المؤتمر الصهيوني الأول، رئيس الحركة الصهيونية، ثيودور هرتسل. ثيودور هرتسل مع تأسيس مؤتمر الحركة الصهيونية في وتأسيس وانطلاق الحركة الصهيونية في 1897، وترأس ثيودور هرتسل للحركة الصهيونية. هذا المؤتمر دعا إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يضمن القانون العام. تحدث عن وطن قومي ولم يتحدث عن دولة. وطن قومي لليهود في فلسطين يضمن القانون العام. طبعا ثيودور هرتسل بعد ما روح بكم يوم وجلس في بيته يكتب مذكراته، قال الآن أقمت الدولة اليهودية. قال في بازل، في مؤتمر بازل، أقمت الدولة اليهودية، وبالتأكيد بعد 50 سنة ستقوم الدولة اليهودية. طبعا 1897 ل 1947، 50 سنة، 1947 بالفعل يعني هو تحدث، قال 50 سنة بدها تقوم الدولة اليهودية. 1897 ل 1947، 48 هو كان قرار تقسيم فلسطين، قرار الأمم المتحدة 181، قرار تقسيم فلسطين. يعني الجماعة اشتغلوا على إقامة وطن قومي لهم. ليش قال وطن قومي؟ طبعا ملاحظة مهمة هون، ليش قال المؤتمر الصهيوني الأول قال وطن قومي ولم يتحدث عن دولة يهودية في تلك الفترة في المؤتمر؟ قال وطن قومي لأنه في الآن فلسطين ضمن الدولة العثمانية، والآن موجود مين؟ موجود السلطان عبد الحميد، وإنت جاي تقول إذا بدك تقول دولة، بدك تقول دولة يعني بدك تسلخ هذا فلسطين عن الدولة العثمانية. فبالتالي أنه يعني تعال كل اليوم تقول لي لأسوأ نظام عربي، تقول بدنا نأخذ من بلدك وننزع من بلدك ونعطي ونقيم دولة لمكون عرقي معين، تقول للنظام السوري اللي موجود اليوم بدنا نعمل دولة للأكراد عندك بقبل، تقول للنظام العراقي اللي موجود اليوم بدنا نعمل دولة كردية عندك بقبل، تقول للرئيس المصري بدنا نعمل دولة للأقباط عندك بيقبل يسلخ؟ ما حدا بيقبل. ما فيش أي قيادة سياسية مهما وصلت بتقبل إنه بقيام دولة وسلخ دولة عن البلد. رغم إنه للأسف في السودان قبلوا، وصار السودان جنوب السودان والسودان، عرفت كيف؟ الآن إذن أصبح قيام أصبح كلنا وطن قومي لليهود في فلسطين يضمن القانون العام، هذا اللي حدده المؤتمر الحركة الصهيونية.
وإمكانية أن الدولة العثمانية توافق هذا كان مستحيل، فقالوا وطن قومي ولم يتحدثوا عن دولة. إذن طب المؤتمر أصدر قراراته وطن قومي، وروح ثيودور هرتسل على البيت وكتب مذكرات، وبعد 50 عام بدنا نقيم الدولة. طب شو بعد 50 عام بدك تقيم الدولة؟ ماشي الحال. طب شو بدك، كيف بدك تعمل، كيف بدك تشتغل؟ اشتغل على المستوى الداخلي، ترتيب بيته الداخلي، ورتبوا أطلق مؤسساته الخاصة بالحركة الصهيونية، مؤسسات المالية الاقتصادية، المؤسسات التربوية، المؤسسات اللي ممكن تشتغل على المستوى الداخلي حتى ترتب البيت الداخلي للحركة الصهيونية ولليهود في العالم. لكن الأهم من هذا أنه اشتغل على المستوى الخارجي. شو عمل؟ راح للقيصر الألماني قال له شوف يا قيصر، بدنا تشوف لنا السلطان عبد الحميد أنه يعطينا وطن قومي لليهود في فلسطين. بده راح بده واسطة عند السلطان عبد الحميد، كلكم فلسطين ضمن الدولة العثمانية. راح القيصر الألماني للسلطان عبد الحميد قال له اسمع يا سلطان عبد الحميد، طبعا القيصر الألماني صديق للسلطان عبد الحميد وصديق لثيودور هرتسل، قال له ثيودور هرتسل بيعرض عليك انه يقيموا وطن قومي لليهود في فلسطين وفي اغراءات مرتبة، انتم العثمانيين ودولتكم عندكم ديون والحركة الصهيونية مستعد تساهم بسداد ديون الدولة العثمانية، إغراء مادي، وإنه دير بالك يا سلطان عبد الحميد التحالف مع الحركة الصهيونية بيرتب أوراقكم ويرتب وضعكم على المستوى الدولي. الآن اللي بتحالف مع أمريكا كيف بتترتب أموره؟ ماشي أموره ولا لا؟ يعني تيجي إسرائيل تلعب بهذا الاتجاه هذا الزمن، بتقول للدول المعينة إحنا بنرتب أوراقكم ونرتب أموركم مع الولايات المتحدة مقابل خدمات تقدموا لنا إياها. على في العلاقات الدولية بتشتغل هيك، إنه إسرائيل بترتب أمور الدولة في علاقاتها مع الولايات المتحدة مقابل تحسين علاقتها مع إسرائيل أو تقديم خدمات لإسرائيل. قال له القيصر الألماني قال للسلطان عبد الحميد قال له بعد الإغراءات المادية وسداد ديون الدولة العثمانية برتبوا أموركم وتحالفاتكم وتحالفكم مع الحركة الصهيونية برتب علاقاتكم الدولية وتكون أموركم أفضل في العلاقات الدولية. قال له شو كمان؟ قال له بيبنوركم جامعة عبرية بدرس فيها أساتذة يهود، وبدل ما أنتوا تودوا أبنائكم من الدولة العثمانية للغرب ولأمريكا وللعالم يدرسوا، بدرسوا في دولتكم وفي عندكم جامعة بتقوم بهذه المهمة. قالوا كمان في عندك الآن قوميين عرب، هذول القوميين العرب قاعدين بشكلوا عاملين لك مشاكل يا سلطان عبد الحميد، الحركة الصهيونية بتوقف معك في مواجهة القوميين العرب، وكمان توقف معك في مواجهة الحركة الأرمنية الانفصالية اللي موجودين في الدولة العثمانية. شو بتتوقعوا رد السلطان عبد الحميد؟ هذه مغريات يعني مش بسيطة، يعني بترتب أموره. قال السلطان عبد الحميد قال له اسمع يا قيصر ألمانيا، إذا كان ثيودور هرتسل صديقك بقدر ما أنت صديقي فانصح له إنه يتعب حاله ليوفر اليهود ملياراتهم، وإذا أنا سلطان عبد الحميد متت وانتهيت رح يأخذوا اليهود فلسطين بدون مقابل، لكن لن يكون لهم ذلك إلا على جثثنا، ففلسطين ملك الأمة وليس ملكي أنا كسلطان عبد الحميد. هذا الكلام يعني تقدر تقول أنه السلطان عبد الحميد دفع الثمن في الانقلاب عليه. في 1908 تم الانقلاب على السلطان عبد الحميد، 1908 تم الانقلاب على السلطان عبد الحميد وأطيح به وانتهى حكم السلطان عبد الحميد. طبعا حاول في 1909 العودة لكن فشل في استعادة ملكه. بالتالي إذا لاحظتوا أنه نشأة الحركة الصهيونية ونشأة فكرة الدولة اليهودية، هذه القصة الكل استعمارية لعبت دور محوري وأساسي في نشأة وإطلاق الحركة الصهيونية. ومنأكد أنه ما كانت الفكرة
موجودة عند اليهود. كان في مشاريع، خلينا نأكد على هذه المشاريع اللي كانت موجودة في 1902. تقدم ثيودور هيرتسل لوزير المستعمرات البريطاني وقال له احنا بدنا نعمل، يعني تساعدونا في قيام وطن او دولة في العريش وسيناء وقبرص. هذا الموضوع طبعا لم يلقى تجاوبا او لم يخرج الى حيز التنفيذ، لانه المصريين رفضوه، لانه كمان في شغلة انه تحويل مياه النيل لتلك المنطقة واحياء تلك المنطقة كان من ناحية عملية مستحيل. ثم كانت فكرة في 1903 مشروع أوغندا، وتم الموافقة على مشروع أوغندا، لكن بعد سنتين في 1905 المؤتمر الصهيوني تراجع عن فكرة أوغندا. يعني النقطة المهمة هون اللي بدي أقول لكم إياها، إنه ما كان مهم عند اليهود إنه تكون فلسطين هي الدولة. كان في أماكن كثيرة مطروحة عندهم إنها تكون الدولة، وكان في حلول كثيرة مطروحة لحل المشكلة اليهودية. كان من الأساس إنه اليهود الموجودين في المجتمعات اللي موجودين فيها يندمجوا في هذه المجتمعات. اندماج اليهود في المجتمعات اللي بيعيشوا فيها كان حل من الحلول، والتحدث بلغات المجتمعات اللي بيعيشوا فيها، كما كان في دعوة ليون بينسكر كما ذكرنا في روسيا إنه اندمجوا. لكن شو اللي خلاه يغير رأيه؟ اللي خلاه يغير رأيه الاضطهاد، والاضطهاد والمعاداة اليهودية والأسامية. تحدث عنه حتى ثيودور هيرتسل لما قال إنه الأسامية خدمت اليهود في اتجاه، كيف خدمت اليهود؟ إنه في اتجاه إنه الناس، إنه اليهود لما صار يضطهد صار بده يبحث عن بديل لهذا المكان، والبديل لهذا المكان اللي بيعيش فيه كان ميسر فلسطين. انت تخيل في مع مجازر الهوليكوست والمحرقة اليهودية وما يشاع وما يضخم والتضخيم اللي صار للمحرقة اليهودية، وقالوا 6 مليون، وهذا الحكي دير بالكم 6 مليون يهودي قتلوا في المحرقة اليهودية، هذا في تشكيك في الأرقام. انت تخيل هذولا في حملة وفي اضطهاد وفي محرقة، وبنفس الوقت السفن جاهزة لنقل اليهود لفلسطين، وأرض السمن والعسل جاهزة لتستقبلكم، فبده يكون في هجرة، بده يكون في هجرة. لكن كمان في نقطة مهمة، إنه حتى الهجرة هذه اللي لفلسطين كانت كلنا كانت تحت تأثير الاضطهاد، ولم تكن تحت تأثير قضية الحنين لأرض الآباء والأجداد. ثم إنه شفنا كيف إنه فلسطين جاءت في المرتبة الخامسة من حيث تفضيل الهجرة، هجرة اليهود لخارج الأماكن اللي بيعيشوا فيها. إذن أصل الفكرة فكرة استعمارية، حركة الاستعمارية كان لها سبب ودور في نشأة الحركة الصهيونية، ثم اللاسامية ومعاداة اليهود في الغرب. هذا المجمل محاضرة فكرة نشأة الصهيونية والدولة اليهودية في فلسطين. يعطيكم العافية.